حياكم الله. إذا ما كنتم مشاهدين الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. رجح باحثون اقتصاديون أن تفرض الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على مجموعة مصارف خاصة وشخصية لها أنشطة غير قانونية في العراق. وأضاف الباحثون أن الخزانة الأمريكية تراقب عن كثب كل شيء في العراق، ولا تثق بالإجراءات المتبعة من حكومة بغداد أو البنك المركزي لضبط الأعمال غير القانونية في السوق العراقية. تخوف خبراء ماليون من قرار البنك المركزي في العراق بتطبيق مبدأ السيادة النقدية، مشيرين إلى أن المشكلة تكمن في أن الظروف غير ملائمة لتطبيق القرار. وأضاف الخبراء أن البنك المركزي يحاول دعم الحكومة في الاستعجال بفرض سيادة نقدية على الرغم من أن الظروف غير ملائمة لنجاح الخطوات لفرض هيمنة الدينار العراقي على التعاملات المالية في الأسواق من خلال المصارف. وأكدوا أنه لا يزال الاقتصاد راعيا وغير منتج، كما أن المنظومة المصرفية ضعيفة وثقة المستهلكين بها سلبية، وفي الوقت نفسه العملة المحلية ليست بالقوة المطلوبة. حذر خبراء اقتصاديون من أن الهجمات المتكررة التي تستهدف حقل غاز خورمور في محافظة السليمانية تقوض جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي من مادة الغاز الطبيعي. وقال الخبراء إن حقل خورمور، وهو أكبر حقول الغاز في البلاد، وإعاقة تطويره يقوض جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في العراق. وتعرض الحقل في السليمانية مساء الخميس الماضي لهجوم بطائرة مسيرة مفخخة أدى إلى اندلاع حريق داخل الحقل، مما تسبب في إيقاف عملية إنتاج الغاز. أكد خبراء اقتصاديون أن توفير فرص العمل للشباب الذي يدخل في سوق العمل سنوياً، سواء من خلال تخرجه من الجامعات أو وصوله إلى السن المفترض للعمل، يتم من خلال خطط استراتيجية وليس من خلال الحلول الوقتية التي تنتهجها الحكومة. وأوضح الخبراء أن الحكومة لن تستطيع توفير فرص العمل ضمن القطاع الحكومي لجميع الشباب، لاسيما وأن العراق يعاني بشكل مسبق من وجود نسبة موظفين مرتفعة ولا تتلائم مع متطلبات التوظيف الحكومية وتطوير القطاع الخاص وتوفير الرواتب التقاعدية فيه. سوف يطمئن الشباب ويدفعهم للعمل فيه دون التركيز والاهتمام بالتوظيف ضمن القطاع الحكومي. حل العراق ضمن تصنيف هدر الطعام لعام 2024 وفق مجلة سي وورد بالمرتبة السادسة عالميا من أصل نحو 200 دولة، فيما جاء في المرتبة الأولى عربيا، وبنصيب فرد يبلغ 120 كيلوغراما سنويا. وفي ذات الوقت وضمن إحصائيات منفصلة اعتبرها خبراء بالمفارقة، جاء العراق في المرتبة 110 عالميا أو 10 بعد 100 عالميا من أصل 193 دولة بنسبة الوفيات الناجمة عن سوء التغذية. وبلغت نسبة وفيات العراق من سوء التغذية بواقع 1.77 شخصا لكل 100,000 نسمة يوميا، وهذا يعني أن أكثر من 760 شخصا يقتله سوء التغذية في العراق سنويا. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
وبركاته والموجز الاقتصادي بأمان الله.